وضع سوريا اللي فرجتك يا محمد، انا وضع بيتي هسه دمار. انا صوبت في بيتي، صوبت وطلعت من عيالي هون تهريب من سوريا مع انه قصف. انا خوف على حياه اطفالي اتيت الى هنا. كل شيء بيجي من الله هو المليح. بيجي قصوى من قبل الله تو مانيس. يس بتو مانيس. هاي مالح. يعني كل 3 أشهر الآن هذه المدرسة كسر. في قرو من الله محمد. كان في ديون كثيرة. صندوق مرأة نساء سوريات مدام عمر مدام جارة إمينة صديقة هي 400 ونحن 400 دينار. نحن تضايقنا كثيرا. لقينا سوريا أهون شوية. يعني لو في قذر او بس الحمد لله رب العالمين بس هنا ما حدا كثير ماليزيا 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 الله اعلم بكم الله اعلم بكم بالدوبين. هذا الدكتور بيعرفنا جيدا هو ساعدني حتى اذهب بزوجتي الى مشكى وهذا راه الله اعلم بكم الله اعلم الحمد لله.